السلام عليكم، ازاي ندخل مشروع من الاوتوكاد بلان 3D للريفت؟ طيب هاجي هنا عادي اقول له انسيرت واقول له لينك كاد لان هو اصلا اوتوكاد. تمام، وهدي له المسار اللي انا شغال عليه. تمام، واختار الحاجه اللي انا عايزها مثلا ديت، وابدا اختار اورجنت اورجن، وابدا اختار اليونت اللي انا شغال عليها والليارات، واقول له اوبن. ابدأ يحمل الملف او المشروع بالشكل اللي انتم شايفينه دلوقتي اهوت. تمام، بس هو كله اوتوكاد. تمام، يعني مش ممكن ان انا اعمل سيلكت على جزء معين واعدل فيه او البايب دي فهم انها بايب فابدأ اشتغل بيها. ده سيستم وده سيستم تاني خالص. تمام، طيب لو انا عندي حاجة عايز ادخلها 2D، هاجي هنا ليجند واقول له نيو ليجند واقول له اوكي، وابدأ اقول له امبورت او لينكد مفيش مشكلة حسب انت عايز تحتفظ بيها او لا تعمل لها بايند. تمام، هاجي هنا البي اند اي دي دبليو جي، هختار مثلا الشكل دوت، هيبدا يظهر معايا كده. تمام، اما ممكن اقول له اخلي بالشكل دوت اهو، وبرده نفس الفكرة، بس هنا ممكن نعمل له تغيير بالشكل دوت.